صادفت مرة راكبة، بس بنهاية الرحلة عرفت إنه أنا اللي كنت أسوق القطار، فكانت متفاجئة جدا. أنتي اللي وصلتينا للمدينة؟ فقلت إيوه أنا. قالت الصراحة أول ما شفت الإعلان كنت ضد تماما، وكنت أقول لو كان بنتي اللي حتسوق ما راح أطلع، لكن بعد التجربة هذه أنا مبسوطة جدا، وأنتوا يعني أثبتوا نفسكم وما حسيت بأي فرق، والرحلة كانت سلسة تماما. كان دائما عندي ميول للوظائف اللي تتعلق بالسفر والسياحة، فلما كنت معلمة كنت دائما أحس إنه هذا مو مكاني أو مو الوظيفة اللي أنا أحلم فيها أو أطمح لها. فأول ما جتني الفرصة إني أقدم لهذه الوظيفة كنت من أول الناس اللي قدموا. الحمد لله لما قبلت حسيت إنه أنا في مكاني الصحيح، وإلى الآن حتى أثناء هذه المقابلة أنا حاسة إني أنا في مكاني الصحيح.